فراق ولدي نار في القلب الهيب هشيم، فراقك هي ما تبردها ليا مولا السنين. خوتي درنا 7 سوايع طريق، صح عيينا وجوعنا بزاف، كاين حاجة في الصحراء على بالي بلي تعطيني نفس جديدة، كي نرقد 2 سوايع برك في الصحراء كي شغل رقدت 10 سوايع في بلاصة واحدة أخرى. والله تبعونا باسكو ليكسبيريونس تاع اليوم في الصحراء في تاغيت اكزاكتومون راح تكون إينوبلية. نطلع عليكم اليوم من قلب الصحراء، من المدينة الحمراء تاغيت، ولاية بشار، المدينة الساحرة اللي سابق الليل فيها نهار. بديدو العزيز سلام اخويا، والله اسمح لي طولت عليكم حبيبي، والله غربي اخويا توحشكم خويا. اوه عليك وحش اخويا، صباح وهاب لاباس العزيز بيا، واش راك الغالي صباح اخويا بيا، والله غير لاباس ربي. ناس الصحراء معروفين بالكرم والجود وفرحتهم وترحيبهم بكل غريب يزورهم ويعملوك كانك في دارك وواحد منهم. نبي صباح لاباس بيا، واش راك بعد ما فوتنا ليلتنا اللي كانت هادية ومريحة بزاف، فطرنا ودوكلنا على ربي باش نبداو برحلتنا في الصحراء. ما نقولكمش حراني متحمس. قبل ما نزورو الحالة اللي جينا على جالها لتاغيت، قلنا نزورو بعض المناطق السياحية للمنطقة باش نعرفوكم أكثر على جمالها وسحرها. وما نخبيش عليكم أن المدينة هادي تحمل في جوفها ما لا نهاية من الأسرار الربانية اللي ما يكفيش عمر لاكتشافها. جابني من التارجيت خويا، اليوم هنا لقيت تاعي راه وها في تاغيت، راح يدورني دير فيه كونفيونس. عند باشير نشرب اتاي باشير صباح الخير، شحال لاباس حبيبي باشير؟ السلام عليكم لاباس بيان لاباس خويا، صباح العزيز بيان، والله غير الحمد لله. انا هنا تهلا فيه، والله غير هضر لي على لاتاي تاعك، قال لي لازم تجي تضرب لاتاي تاع مين باشير. مرحبا بكم اخويا اتاي بالشيح. هنا واش عنده حاجه سبيسيال ما بين لاتاي تاعك كاع اللي نشربوها؟ احنا عندي اتاي بالشيح، انا الشيح صح درتها جبتها من الجفاف القهوه في الشيح، صح هيك جبتها لهنا 2019 جاو دي بروفيسور بلجيك والرواسة والايطالي ومعاهم تعين النعشه. الله يبارك يتعشاو في انا صافي الفيزيك ديال اليوم كيخوف راش ديسك تاع مخو، شوف كيدخل لداخل يحاسب روح هذا لي بليزير تاعي. شوف هنا في صغيط عندنا واحد 24 قصر، درك هذا القصر هذا عندها واحدة هكا بين 8 ل 9 قرون، وهنايا هاد لابلاسيط واسمها تاجماس. شوف هنايا كانت تعيش بين 120 140 عائلة، صح. شوف كل 24 قصر تلقى بلاسيط واسمها تاجماس، تلقى عندهم قايد وتلقى عندهم قانون داخلي يتمشى به، تلقى عندهم حجرة البارود، وبطبيعة الحال تلقى مسجد، صح اخويا. هاد الصوالح هادو ما كاع في هاد 24 قصر. مازال عايشين في القصر هذا ولا؟ لا شوف هاد القصر ها تسمى كاع هجروا منه، بصح واشنو كاين كيما دخلنا لها عند عمي باشا دار صالون دوتي، كاين بلاصه كاين اللي داير ميزون دوس. كنت هو مدلول هنايا، انا نحب نمشي نتدلى كي هاي نحب نمشي. يلا عباك باللي انا نحب بزاف تا تيميمون، صارك تحب باللي فتاغي الداخل بالعقل. انا مرحبا بك مزال عندك وفرو، مازال مازال خويا هنا دروكا والله كفيه واحد 2 كيلومتر هاك
زوج كيلومتر قالك خويا قالك ونعمو فيه نورمال بيان سور نعمو فيه لوكسورس هذا ايه هذا يخرج من الارض المنتاعة اوه اشوف كان متقوليش كاياك ايوا عندنا شوية دي ساكسي في سيكي مال كاياك هنا يا ثاني مربين فيه الحوت هذه هي كان دي فوات نجو هنا ينترش وهكا بصنارة مرحبا بكم بتاغي مش هي جماعة ينقلي وان مبين صغير كاياك وهذا كاياك باينة نفوتك او سي بلاك ولأنه الدنيا فيها حكاية وحكايات الآن وصلنا عند الأم المتألمة من فراق ابنها باش تحكي لنا قصتها ونحاول نخرجوها من حالة الحزن اللي راهي فيها على بالي قصتها رح توجعكم بزاف يا الله خاوتي أنا كملنا الله تورني مع برهوم دوكا رانا جينا مع وهاب رح نشوفوا خالتي ضوية إن شاء الله إن شاء الله نقدر نفرحوها آه يا السلام عليكم السلام ورحمة الله لاباس الحمد لله لاباس واش راكم مرحبا بكم ريحوا معك دقيقة وا معليش تفضل خويا قالوا لي كاين وحدة كانت شاطرة في الحلوى ودير الكاطو مليح كذا بعد حبستي واقيلا حبست صرات لي واحد وفاة ولدي توفى الله يرحمه وفي في رمضان هي ما قدرتش نواصل المشروع تاعي في تما خارج دوك راني نخدم وليت نخدم في وليت الميدان بصح غير في الدار ولا تغير في الدار ما قدرتش نعاود نخدم برا علاش اختي نتيجه والله الشوك تاع ولدي مازال شويه ما نقدرش نعاود نحل برا هي صعيبه ربي يرحمه ان شاء الله ربي يفتح له ان شاء الله يا ربي 19 عام وتقريبا له زعما واحد الدرجه واختاش صرات صرات في نهار الثالث في رمضان لا هذا العام واش نقول لك الجرح مازال جديد في هذا العام ومازال جرح جديد و كون نراوي نشوفك دوكا واش ماذا بك تقولي نقول لها توحشتك ولدي واني سامحه لك دنيا واخره وعمري ما ننساك ولدي عمري ما ننساك واني نكتب عليه ندير خواطر في الفيسبوك نطلق عليها هكا قصائد ندير نكتب الشعر ملحون فراق ولدي نار في القلب الهيب هشين فراقك يا ما تبردها ليام ولا سنين سمحي لي انا ما نحبش نفكرك فيها ولا صعيبه شويه باش دوك انت كي راكي تحكي لي على وليدك هكذا انا تراني نشوف قيمه اليمات والله يا اختي العزيزه غير ماما انا قسمت لي قلبي الحكايه مقدر. واحد و 19 عام تربي يمشي لك في حادث كيما هكا صعيبة خصوصا كان معك كل يوم كان قريب ما كان معايا في الحارة تخدم معايا هو يبيع لي هو يعاودني علاش انا ما قديتش نواصل في المشروع تاعي اسمحي لي بلا ما نحيي لك الجرح ولا حبيت نعرف واش صرا كيف صرات ما نجيبش ما قديتش نشرح لك اكثر هي مات في حادث وربي حادث صعيب زعما وجدت لك واحد الحاجه هكذا ان شاء الله ان شاء الله تقدر تعاونك وتخفف عليك ان شاء الله انا بالي بلي كون رايدو كيشوف يما يقول لها يا يما روحي وخدمي وربي يعاونك عندك دقيقه برك نروحو نشوفو واحد الحاجه هكذا مشروع صغير خفيف وجدته لك ان شاء الله يعجبك ان شاء الله تفضلي معي كما تباتوا معنا سيدة فاضلة ولأنه حكاية وفاة ابنها الوحيد توجع بزاف ودارت لها صدمة كبيرة في حياتها تفادت أنها تحكي لنا قصته وإحنا ما جيناش نحيو لها جرحها واحترمنا قرارها لأنه هدفنا الأول والأخير أن نساعدوها تخرج من حالة الحزن اللي راهي فيها
خوتي الأعزاز، الحمد لله يا ربي هاو المحل اللي عاونتنا البلدية باش نوفروا لخالتي ضوية بأمبري سامبوليك الحمد لله. دوك نسيو نديرو لها أمتي بروجي أمتي بريسينغ، نحطو لها لي ماشين لافي لي زاكسيسوار، وإن شاء الله إذا حب ربي منا العام الجاي نوليو على بالي بلي المحل هذا إن شاء الله يكبر ويولي بالك لان دي ميور بريسينغ في تاغيت. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. شفت سقسيت خويا وهاب سقسيت شويه الناس في التاريخ قالوا لي بلي هاد الحاجه ما كانش. ما كانش وما حبيتش حاجه اللي تفكرك بزاف المرحوم. الله بارك الله فيك حاجه مليحه. الحياه هذه رمشه عين، تغمض تفتح كلش يتبدل بمشيئة الله تعالى. المهم انك ما تفقدش الامل ودائما دير ثقه في ربي، لانه بعد الضيق يجي الفرج، ولانه ربي مش راح يتخلى عليك. ورحلتنا الممتعه في الصحراء ما زالت متواصله، راح تشوفوها وتكتشفوها في الحلقات القادمه، والسلام عليكم. رجال همومها هدت الجبال، غابت البسمة وتبدلت الحوال. يا زمان بزاف علينا، لطفك يا ربي حن علينا. كاين ناس تحب الخير تمسح الدمع على عيون الغير، ويبقى الخير فيك يا بلادي جيل وراجيل. كاين ناس تحب الخير تمسح الدمع على عيون الغير، ويبقى الخير فيك يا بلادي جيل.